تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة. وقبل التفاصيل إليكم أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر بمواصلة التكفل بالحالات المستعصية لعدد من مصابي حرائق الصائفة الماضية بمستشفى جبادام باسطنبول إلى غاية تمثلهم التام للشفاء. الجزائر تحتفل برأس السنة الأمازيغية 1972، وتمن راس تحتضن الاحتفال الرسمي بحفل توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية. هياكل حيوية تدخل حيز الخدمة في قطاع البريد والمواصلات بالأغواط، ومشاريع تنموية أخرى تنتظر التجسيد بالمناطق النائية للولاية. أسوغاس أمغاس، سنة أمازيغية جديدة نتمناها سنة خير ويمن للجزائر. سنة جديدة بدأت بتباشير الشفاء للجرحى والمصابين جراء الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن الصائفة الماضية، حيث كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر بالتكفل بعدد من الحالات المستعصية لهؤلاء المصابين في أحسن المستشفيات المتخصصة في الخارج. التلفزيون الجزائري انتقل إلى مستشفى جبادام باسطنبول التركية، حيث يتابع عدد من المصابين رحلة العلاج، ووقف عند حالتهم الصحية أحمد خير الدين. بتاريخ 14 أوت 2021، وبعد الحرائق المهولة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، توجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى مستشفى الدويرة بالعاصمة ليطمئن على حالة المصابين ويؤكد لهم وقوف الدولة الدائمة إلى جانبهم، وهو ما تجسد فعليا عندما أمر السيد الرئيس بنقل المصابين على جناح السرعة في طائرات خاصة نحو واحد من أكبر المستشفيات المتخصصة في تركيا. الدولة ما تخلاش عليهم باللي كان، ودونا دي انستركسيون ميرسي ان شاء الله يخرجوا من ليتا كريتيك اللي هم فيه. وي اون باسرا اونسويت او تريتمون استيتيك فونكسيونال اي اوت سيل فو لي زونفوي ا دون نيمبورت كيل اوبيتال الجيريا كي اون لي كاباسيتي اون لو فيرا سيل فو لي زونفوي ا ليترانجي اون لو فيرا. بدات رحله علاج المصابين التي دامت اكثر من 4 أشهر بمستشفى أجبادان بمدينة إسطنبول، وطيلة هذه الأيام والأشهر الصعبة لم يتوقف السيد الرئيس عن متابعة الحالة الصحية لكل واحد منهم، في صورة تعكس مدى حرص رئيس الجمهورية على صحة وسلامة أبنائه. ففي هذا المبنى العملاق بمدينة إسطنبول، والذي هو عبارة عن مستشفى مزود بأحدث التقنيات العلمية في مجال الطب الحديث، يواصل المصابون رحلة العلاج تحت إشراف طاقم طبي محترف وذي كفاءة عالية. صافا بور الاخر يسطو صافا، عملوا صافا، ناكلوا بيان، نرقدوا بيان، ودونا ما تجيناش هكذا، الحق ما تجيناش هكذا، جينا برسك دي مور، برسك ميتين، ما نكذبوش، جينا برسك ميتين، رجعونا الروح. صح، واحد يقول صح رجعونا، مي مازال يسوى، مازال ما كملناش اللي سوا، الاخر تاعنا مازال ما شفيناش، مازال جيت بوندي افيك برسك توت بوندي قبل بلا بوند توت. ودوكا دوكا ما كاش لي بوند، دوكا ما جيت ما نمشيش، دوكا انا نمشي الحمد لله. باتونا نعطوهم الصح مسؤولين كي كونسيرني فوالا باتونا لهنا يعني بارك الله فيهم، داروا الواجب نتاعهم. نسلم كاع على الطبا نتاع الدويره باسكو جينا الاولين تما، دونك نسلموا كاع عليهم كاع الخدامين تما من الصغير من الكبير. نقول لهم بارك الله فيكم، داروا الواجب نتاعهم على كل حال. نقول لهم بوناني سوكا سمكاز وثاني مرثن ونسلم عليكم. تفاصيل جينا بريسك ميتين الحق برينا،
كنا ما نقدرش من بوينت كلمو لا ميموار بيردينا لا ميموار كاع صح داروا لنا دي زوبيراسيون رجعونا او اللي كنت كلمو نمشيو شويه صافا مي كنا مقبل دوكا خير كراسافو باش خرجنا لهنا داروا بزاف عاونونا كي كنا في دويره وفي دويره صح الاطباء دارونا حاجه عاونونا. الحروق التي عانى منها عزيز ومهنا ومحند وغيرهم من المصابين بالغة الخطورة حسب الأطباء، لكن احترافية الطاقم الطبي التركي ساهمت في عودة الحياة من جديد إلى كل واحد منهم، خاصة وأنهم كانوا على حافة الموت. المرضى الثلاثة المتواجدون في المستشفى في حالة جيدة بعد نجاح العملية الجراحية، لكن يحتاجون إلى رعاية أكبر حتى يتعافوا تماما مع مرور الوقت. عندما أتوا في البداية كانت الحروق واسعة على مناطق من الجسد، عندها شرعنا في العلاجات الطارئة كالنزيف والالتهابات، ثم وصلنا العلاج بشكل عادي، وهناك من تعافوا كليا وعادوا إلى الجزائر، البقية يواصلون العلاج بالشكل المطلوب. رحلة العلاج متواصلة إلى غاية عودة جميع المصابين سالمين إلى بلدهم الجزائر وإلى أهليهم وذويهم في منطقة القبائل. داخل هذا المستشفى بمدينة اسطنبول التركية تتواصل رحلة علاج المصابين جراء الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن الصيف الماضي، كما تسهر السلطات العليا في الجزائر على العناية الكاملة بالمصابين إلى غاية الشفاء التام والعودة بسلام إلى أرض الوطن. من أمام مستشفى أجي بادام بمدينة اسطنبول التركية، أحمد خير الدين، التلفزيون الجزائري. ولأن القول مقرون بالفعل في الجزائر الجديدة، فقد كان رئيس الجمهورية يتابع باهتمام كبير رحلة علاج هؤلاء الجرحى والمصابين، وفور انتهاء المرحلة الأولى من العلاج أمر بمواصلة التكفل بهم بمستشفى أجي بادام بإسطنبول إلى غاية تماثلهم التام للشفاء. ومتابعة للموضوع يحضر معنا في بلاطو الواحدة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة. سيد الوزير أسقاس مقاس، وشكرا لكم على تلبية الدعوة. سيدي، بداية قرار رئيس الجمهورية كما أسلفنا مواصلة التكفل التام بالمصابين هي صورة تعكس أولا التزامات رئيس الجمهورية تعكس أولا وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته ثم تكفل الدولة بالمصابين. شكرا. أولا أقدم تهانينا لكل جزائريات والجزائر بمناسبة يناير. أسقاس منقاس، الخير لهنا إن شاء الله. بما يخص مصابين الحرائق في الصيفية الفريدة، يعني كان قرار من عند رئيس الجمهورية اللي بعثناهم إلى اسطنبول، وهو قرار قائم وبتعليمات من طرف رئيس الجمهورية، لابد أن نتكفل بهم إلى الشفاء النهائي إن شاء الله. نعم، إذن هو قرار يقضي بالتكفل التام بكل الضحايا في كل ولايات الوطن. طبعا طبعا، هما عددهم هما ثمانية اللي تمت يعني بعثناهم إلى اسطنبول في رحلتين، الأولى في 23 سبتمبر والثانية في 24 سبتمبر، من بينهم امرأتين وستة رجال. إلى يومنا هذا مع الأسف تم وفاة امرأة، الله يرحمها ويوسع عليها إن شاء الله، ومن بين السبعة اللي بقوا ثلاثة تم يعني دخلوا إلى التراب الوطني بعد يعني ما تم التكفل بهم من طرف الطاقم الطبي على مستوى اسطنبول، وهما تحت الرقابة من طرف مختصين ولا طبيب، وإذا كان استلزم يعني الأمر لكي يزيدوا يروحوا للعلاج سيتم ذلك. أما الربعة اللي هما كيبقاو ثما هما حاليا تحت الرعاية الصحية، وسيبقوا على مستوى المستشفى إلى الشفاء إن شاء الله.
ودخول تاعهم الى الجزائر يكون الا بعد قرار طبي بالتشاور مع الاطباء الجزائريين ان شاء الله. إن شاء الله. نعم، إذن سيدي الوزير ابقى معنا الآن من مستشفى جبدان بإسطنبول، وفور سماعه بقرار رئيس الجمهورية عبر التلفزيون الجزائري يتحدث إلينا في هذه الأثناء أحد هؤلاء المتكفل بهم. أنا إخلف مهند الحسين من الحرائق اللي جزوا في 34 وليت تيزي وزو دشرت إخليجن قرية إخليجن. رانا هنا في تركيا قال بريسون جارج بيا اللي حاول نسكر سيد الرئيس على الوفية بلاد تاعو. كملنا ورانا وصلنا اخبار اليوم راح نكملوا لي سوا حتى نبرو ان شاء الله ما نخرجوش منا ما تخلوا وحنا دوكا ما خصنا والو الحمد لله وكل شيء راه مليح. ونقول لكم الله يرحم الشهداء اللي ماتوا كاع في الحرائق الله يرحمهم باسكو خلاو بلاصه في قلبنا ما نقدرش نساوها. نقول لكم نشكركم بزاف والتحيه كاع اسقسم غاز ومع السلامه ان شاء الله نتلاقاو في البلاد ان شاء الله مازال ليا ان شاء الله باذن الله. اذا عوده الى السيد الوزير، اذا هي مبادره تجسد مره اخرى وقوف الجزائر مع ابنائها في كل المحن. يعني بالطبع هذا من مبادئ الدوله الجزائريه ووقوف مع كل الجزائر ولا سيما في اوقات المحن، يعني بدون تردد وبكل إمكانيات على مستوانا. ولكن ذكر بما يخص المصابين اللي ما زالوا على مستوى المستشفى بأمر من السيد رئيس الجمهورية هو التكفل بهم إلى غاية الشفاء التام، الشفاء التام، ودخول تاعهم ما يكون إلا بعد قرار الطاقم الطبي التركي بالمشاورة مع الطاقم الطبي الجزائري. ولكن زيد نذكر أن ثلاثة اللي تم رجوع تاعهم إلى مستوى الوطن هما تحت المراقبة ومن طرف الطاقم الطبي للمركز الاستشفائي لدويرة، وإذا استلزم يعني الأمر باه يزدو يرجعوا لفحوص أخرى ولا لكونترول سيتم ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. إذا سيد الوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سيد يوسف شرفة، شكرا جزيلا لكم على تلبية دعوة التلفزيون الجزائري وعلى كل هذه التفاصيل. وأسب قاسم قاس مرة أخرى. أسب قاسم قاس إن شاء الله. شكرا. العفو. إذن تحتفل الجزائر اليوم برأس سنة الأمازيغية الجديدة الموافق للثاني عشر يناير من كل سنة. وبالمناسبة كان رئيس الجمهورية قد قدم أمس تهانيه الخالصة لكل الجزائريات والجزائريين بالمناسبة، متمنيا كل الخير والرقي لجزائرنا الحبيبة والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين. والاحتفالات بيناير تحتضنها عاصمة الأهجار تمنراس تحت الرعاية السامية للسيد الرئيس بتنظيم نشاطات مختلفة وتلقين الناشئة التاريخ واللغة الأمازيغية. تمنراس اليوم إذن عروس وتشهد مراسم الاحتفال الرسمي برأس سنة الأمازيغية يناير التي ستعرف هذا المساء توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية. ولتفاصيل أوفى عن المراسم يلتحق بنا من تمنراس محمد علي إغيبة. محمد، إذن ماذا عن برنامج الاحتفالات؟ تحية طيبة زميلتي سهيلة في الاستوديو المركزي، أهلا بكم مشاهدين الكرام. إذا نحن هنا نتواصل بكم على المباشر من دار الإمزاد بتمنراس، تمنراس التي تحتضن هذه السنة الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية ولإحياء عيد رأس السنة الأمازيغية لسنة 1972. كما تشاهدون هنا تمت جميع التحضيرات وجميع اللوازم اللازمة لإنجاح إحياء هذه التظاهرة، إحياء هذا العيد الوطني، العيد الأمازيغي بصفة خاصة بمرافقة منا نحن تلفزيون الجزائر وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وبإشراف الشخصي للأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية. تمت هنا جميع التحضيرات كما يجب، وهذا طبعاً
بفضل الجهود والتكاتف والأيدي الواقفة لجميع أقول السلطات المعنية، وأيضا وسط إقبال لجماهير كثيرة ووافرة من تمنراست ومن وفود قد قدمت من مختلف ولايات الوطن لنعيش معا هذه التظاهرة، لنعيش معا هذه الفرحة الوطنية، هذا العيد الوطني المميز الذي تميز به هذه المرة ازدواجية الحدث بجائزة رئيس الجمهورية بطبعتها الثانية هنا بتمرست، والتي نعم الزميل محمد علي إغيبة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إذن فعالية الاحتفال الرسمي برأس السنة الأمازيغية بتمنراست ومراسم حفل توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب والثقافة الأمازيغية تنقل مباشرة في حدود الساعة 4 مساء على القناة 4 للتلفزيون الجزائري. وفي غمرة احتفالاتي يناير شاركت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة كوثر كريكو أمس المقيمين بدار المسنين بدال إبراهيم بالعاصمة احتفاليات السنة الأمازيغية، حيث تم تقديم العديد من العروض التي تؤكد التاريخ الأمازيغي الأصيل. مالك درحمون. هي عادات وتقاليد تعبر عن الهوية والتاريخ الأمازيغي. هنا بدار المسنين يعمل الكبار على نقلها للأجيال القادمة حفاظا على التراث الأمازيغي الأصيل. ودراسة على بالك نفرحوا دراري وديروا حنا للدراري، هذه هي الزيارة تاعنا، هذه تقاليدنا، نديروا الحنا للدراري، دراري قاعد جايز، هذه هي ديروا للمرأة كبيرة تكون كبيرة لبسوا لها حوايج جدد، ديروا لها الحنة نبدأ بها هي الأولى. المناسبة كانت فرصة لعرض مسرحية قدمتها دار الطفولة المسعفة للتعريف بالهوية الأمازيغية وإنجاز العديد من الأطباق التقليدية الأصيلة. اليوم نحتفي بهذه السنة الجديدة بين أمهاتنا المسنات، وطبعا في عرف دأب عليه قطاع التضامن الوطني هو الاحتفاء مع الطفولة، يعني طبقا لمبدأ يعني تواصل الأجيال. يناير كان فرصة للتواصل بين الأجيال هنا بدار الطفولة المسعفة وتأكيد تمسك الجزائريين بتاريخهم وهويتهم. واحتفالات يناير بولاية بجاية تميزت بتنظيم معارض فنية تبرز ثراء التراث الأمازيغي الذي تزخر به المنطقة على غرار صناعة الزرابي والحلي التقليدية. بهجة فرحات بن حليمة. ترصعت بجاية بالثقافة والتراث الأمازيغي من مختلف الطبوع لتكون همزة وصل بين الأجيال. أسمى السيئة جميز مرات انتو طول عمرنا اسمك ثياد مليح مليح سجدودنا، وين عاش دانيك تمزينا ترايا مليح على الباسينا، وجامي دانيك انتو دان حاجة دانيا ثمازيغتنا. وبهذه المناسبة نقول لكم أسقس مقاس سعدين مربوح. لانت بزاف العوايد طاس العوايد يخدمنا الماء كاين هذا لي فيستيفيتي الماء خامن دغان الخلاص مغارينك تحيون تدينير. المناسبة كانت أيضا فرصة لتكريم أساتذة فنانين وكذا شباب من المنطقة. ناس أغذى نشحال تقسيثين استرادوير استرادوا الحوايج الفرنسي استعرض ثلاثة استمازيغ. مازال يتمشطوح تمني غاد دوغ الزيت سوين شتي خدمة وهذا نوغ تكون تأنكوراجينيا إمولاني، وإن شاء الله إن شاء الله غاد دوغ الزيت. الاحتفاليات متواصلة والساكنة مدعوة للتعرف أكثر على الموروث الثقافي الجزائري.
إلى الحدث القاري الكروي الذي تحتضنه الكاميرون، فقد استهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون بالتعادل مع منتخب سيراليون دون أهداف لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة. هذا وسيواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية منتخب غينيا الاستوائية الأحد المقبل في الساعة 8 مساء. قراءة عن المباراة في تقرير عبد العزيز بن سالم موفد التلفزيون إلى الكاميرون. في أول ظهور لهم في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، رفقاء رياض محرز كانوا يتطلعون لبداية جيدة في رحلة الدفاع عن لقبهم القاري. المباراة أمام سيراليون كانت صعبة بالنظر إلى عدة معطيات محيطة بها كالحرارة والرطوبة وأرضية الملعب. On avait affaire bien organisé, les conditions climatiques, les aidants, ça va toujours à leur avantage. L'équipe qui essaye de créer des situations offensives puise plus dans leur plus d'énergie et voilà. Après, une équipe valeureuse de Sierra Leone, une équipe qui était tant qu'elle n'avait pas encaissé de but, et ça on connaît ce cas de figure, et ben ça lui donne encore plus de force, plus de courage, plus envie de défendre et de courir. التعادل أمام سيراليون سيجبر منتخبنا الوطني على الفوز في المباريات المقبلة لتفادي أي سيناريوهات تدخلنا في دائرة الحسابات الضيقة، وثقة كبيرة من أجل تجاوز تعادل المباراة الأولى. الفريق يبان بلي بس نعود نخدمه من جديد، نعود نسترجع القوة تاعنا. عادي الفرق الكل كبيرة تفوت بهذا اليوم. حاولنا بس نسجل من الشوط الأول، جاونا فرص كتير ما استغليناهمش. إن شاء الله هذه كما قلت لك تخلينا نفطنوا المباراة الثانية. إن شاء الله عدنا 5 أيام باش نعود ونرجع إن شاء الله. مباراة وين ضيعنا كثير من فرص، ما كناش مركزين أمام المرمى. إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله نعودوا ونفرحوا الشعب تاعنا إن شاء الله. كان على بالنا بلي الماتش حيكون صعيب، زدت شوية سخانة بزاف، التيران ما يساعدش، مي بون فو با تخوفي ديكسكوز. أنا با إيتي تخي تيور دوفان لي بوت، دونك نزيدو نخدمو ونزيدو أون فا بيان سكونسونتخي بور البروشان ماتش. الأكيد أن المدرب الوطني سيعيد مشاهدة مباراة سيراليون أكثر من مرة، والاستعداد لغينيا الاستوائية من أجل تحقيق الانتصار الأول في البطولة. وللوقوف على ظروف جاهزية الفريق الوطني للمقابلة القادمة، ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الكاميرونية دوالا سيف الدين بن زردة. سيف الدين، إذا نتيجة التعادل كانت صعبة الهضم، لكن الوقت اليوم للاستنتاجات بالنسبة للناخب الوطني قبل مواجهة غينيا الاستوائية الأحد القادم. نعم بالضبط، نحن متواجدون أمام فندق أونومو حيث تقيم بعثة الخضر هنا. كما تشاهدون في الصورة، حافلة المنتخب الوطني هي أمام الفندق لأداء ساعات من الآن نحو ملعب جابوما، نحو الملحق الثاني لملعب جابوما لإجراء الحصة التدريبية الخاصة بنهاري اليوم، وهي الحصة التدريبية التي ستشمل اللاعبين الذين لم يشاركوا البارحة في المباراة. الخبر المفرح هو عودة الثنائي رامز الزروقي وكذلك أدم الناس بعد امتثالهما للشفاء من الإصابة، سيسجلان عودتهما اليوم والحمد لله. كذلك عبد القادر بدران الذي خرج البارحة بعدما لعب الشوط الأول، هو كذلك في صحة جيدة. إذن التعداد سيكتمل نهار اليوم. الحصة الثانية ستكون هنا بالقاعة الرياضية لهذا الفندق، فندق أونومو، والتي ستشارك فيها العناصر التي لعبت مباراة البارحة. على العموم الكل هنا تجاوز تعثر البارحة، الكل يريد والكل عازم
على العودة بقوة وردت وإجراء ردة فعل قوية في المباراة الثانية أمام غينيا الاستوائية. جمال بلماضي في خطاب نلقاه على اللاعبين بغرف تغيير الملابس أكد على ضرورة نسيان مباراة أمس والتركيز على ما تبقى من مشوار والعودة بقوة في هذه المنافسة بحول الله. بحول الله، ونتمنى عودة قوية للمحاربية الصحراء في مواجهة يوم الأحد أمام غينيا الاستوائية. الزميل سيف الدين بن زردة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة الكاميرونية دوالا. في التعاون وبصفته مبعوثا خاصا للسيد رئيس الجمهورية، حل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة عمل، حيث عقد العمامرة جلسة مباحثات مع ناظره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وسلمه رسالة خطية بعثها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. هذا وتركزت المحادثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين حول علاقات الأخوة والتعاون، وكذا الأوضاع الحساسة التي يمر بها العالم العربي وسبل مواجهة التحديات المفروضة عليه وآفاق كسب رهان العمل العربي المشترك. وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، تمحورت المشاورات بين الطرفين حول الأوضاع السائدة في المنطقة العربية والتحضير للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك. وبخصوص القمة العربية بالجزائر، تناول الوزيران بالدراسة أهم محطات المسار التحضيري بهدف توفير شروط نجاح هذه القمة التي يرتقب انعقادها في تاريخ سيتم التوافق بشأنه عبر مشاورات أوسع. وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق حول جميع القضايا المطروحة خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السعودي إلى الجزائر شهر فبراير المقبل. في موضوع آخر، تفقد أمس وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبتريكي جملة من الهياكل القطاعية بالمناطق النائية للأغواط، حيث وقف على أهم المشاريع المنجزة والمنتظرة بالولاية. فؤاد أحماني. عدة مكاتب بريدية جديدة دخلت الخدمة بالمناطق النائية كمنطقة الحاجب سيدي بوزيد وجدر بولاية الأغواط، مشاريع قطاعية من شأنها تحسين الخدمة العمومية للمواطنين بعد سنوات من المعاناة والتنقل لمسافات طويلة. كنا نروح لتاجموت نديروا لاشين ونروح للأغواط وما نجبدوش، كان وين يقعد ثلاثة أيام ما يجبدش ولا أربع أيام، ويقول لك ترى ما كانش. تاجموت شحال بعيد عليكم؟ 12 كيلو. 12 كيلو كانت باش الواحد يروح وتدفع الورقه ويقول لك الدراهم كملت، وحنا اليوم راه الحمد لله. اغلب لابليبا جايه في طريق وطني ونفعت الناس وتوسعنا وكذا، كنا ماذا بينا يزدنا مانيتيك، يزدونا لي بوست، هي راه كاتريام نورمالمون. ازال الغبن على هذه المنطقه من ناحيه، يعني من ناحيه المعاناه نتاعهم اليوميه، وخاصة كما نقولوا كبار السن والكهول والمتقاعدين، استفاد منها حتى المرة على الطريق الوطني 23. وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وخلال استماعه إلى عروض مفصلة حول قطاع تكنولوجيات البريد والاتصالات الإلكترونية والإنجازات المحققة خلال سنة 2021 بولاية الأغواط، تم تقرير 8 مشاريع جديدة وتسليم 18 موزع آلي. كلها مشاريع مهمة استراتيجية، وفي نفس الوقت هي فرصة باش نستغل هذه المشاريع لظهور وتنمية بيئة تاع مؤسسات مصغرة، اللي كما قلت يكون عندنا أثر بغض النظر عن الأهداف المسطرة للقطاع، يكون عندنا أثر كذلك على التطور الاقتصادي على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي كذلك. 38 موقعا موصولا بتقنية الألياف البصرية الحديثة إلى المنازل بالولاية ستدعم هي الأخرى ب57 مشروعا من أجل الرفع من مستوى التدفق، مست كتجربة أولى القطب الحضاري ب900 مسكن بدائرة أفلو، وربط 16 منطقة نائية بالهاتف الثابت وشبكة الانترنت.
في شأن التربوي وفي زيارة عمل وتفقد قادته أمس إلى ولاية الجلفة، أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد ضرورة مواصلة عملية التلقيح بالمؤسسات التربوية بهدف حماية التلاميذ والأساتذة وعمال القطاع من تفشي فيروس كورونا. محمد شوقي بونيف. مع الارتفاع المحسوس لعدد الإصابات بفيروس كورونا، حملات التلقيح ضد الفيروس متواصلة، لا سيما في الوسط المدرسي بالجلفة وغيرها من الولايات. ندير في الجرعة الثانية المضادة للكوفيد 19، درت الجرعة الأولى نهار 13 واليوم درت الجرعة الثانية، يعني الحمد لله هذا لحمايتي ولحماية الوسط المدرسي. التلقيح ضد كورونا ومتحوراته هو الحل الأمثل والأنجع لمجابهة تفشي الوباء، كما سيضمن استكمال موسم دراسي ناجح، خاصة بعد استفادة ولاية الجلفة من هياكل تربوية جديدة. الثانوي هذه عجبتنا، كنا في اكتظاظ، كل شيء اكتظاظ بين التلاميذ، الدركي ولات حتى قاعة الرياضة متوفرة. الحمد لله كنا في الثانوية تحتني، وكي جينا هنا لقينا كلش، يعني متوفر كلش، والطاقم ثاني مليح، يعني أنا مليح. قمنا بتدشين عديد المؤسسات، وعديد المؤسسات هي في مراحل متطورة جدا، وإن شاء الله نتطلع إلى أن يكون الدخول المدرسي المقبل بحول الله يكون في ظروف حسنة وفي ظروف جيدة، وأعول عليكم كأسرة إعلامية لمساعدتنا في التحسيس، فلا يحق لنا ولا يحق لنا أن نتأخر في اللقاح، لأنه كل ما كان باستطاعة الدولة أن توفيره قامت بتوفيره، والآن لابد من أن تكون هناك هبة ويكون حس مدني رفيع المستوى وحس تربوي رفيع المستوى ليقبل الجميع على مصارعة هذا الداء، وأولى محطات مصارعة هذا الداء هو الإقبال على اللقاح. لتخفيف الضغط ومعاناة التنقل، مشاريع في طور الإنجاز ستدخل حيز الخدمة في المواسم الدراسية المقبلة. وعن تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، ارتفاع محسوس لعدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 557 إصابة جديدة بالفيروس و14 وفاة رحمهم الله، فيما تمثل 387 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة أمس. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من الفاتح إلى 11 جانفي الحالي عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار عملية مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 26 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 13 مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من عين دفلة والبويرة. وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 19 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب 23 قنطارا و 31 كيلو من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 40 تاجر مخدرات آخرين وضبط 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 136 كيلوغراما من الكيف المعالج، وكذا 96,352 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى. ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمن راست وإنجزام وبرج باجي مختار وجنات وتندوف 376
شخصا وضبطت 45 مركبة و359 مولدا كهربائيا و192 مطرقة ضغط وسبعة أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و102 طن من خليط الخام الذهب والحجارة بالإضافة إلى 5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. في حين تم ضبط 20 بندقية صيد ومسدسين آليين وكمية من الخراطيش وثمانين قنطارا من مادة التبغ وأربعة عشر ألف وستمائة وثمانين وحدة من مختلف المشروبات بكل من أدرار وورقلة وجانات والوادي وبسكرة والأغواط وباتنة وتبسة وخنشلة وسطيف. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بثلاثة 40,276 لترا بكل من تمرست برج باجي مختار أدرار تبسة طارف وسقهراس. وفي سياق مختلف أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 474 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 96 بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين الصفرة والوادي وسقهراس وبرج باجي مختار وتندوف. دوليا وفي الشأن الفلسطيني أصيب 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسبعة آخرون بالاختناق في اعتداء لقوات الاحتلال استهدفت مسيرة طلابية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت 11 فلسطينيا من بينهم 3 نساء بقرية الأطرش بالضفة الغربية. وعلى إثر هذه الانتهاكات الإسرائيلية أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية اقتحامات المستوطنين المكثفة للمسجد الأقصى المبارك وما يحدث للأسرى في سجون الاحتلال. ونختم من جانات أو من عاصمة السحر والجمال جانات، حيث حل وفد دبلوماسي مكون من سفراء عدة دول بالجزائر للوقوف على إنجازات مشروع الحذائر الثقافية والموجهة للمرأة الريفية وكذا اكتشاف ما تزخر به منطقة تسيلي نجير من مقومات سياحية وطبيعية مصنفة ضمن التراث العالمي. المزيد مع إبراهيم بالخير. وحدة إنتاج الهدايا المستوحاة من تراث التاسيلي نجر هي عينة من الإنجازات المحققة لمشروع الحظائر الثقافية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي استفادت منه المرأة الماكثة بالبيت بمنطقة إنبغبغ بولاية جانيت. الهدف الأول هو التعريف بمنجزات المشروع نشاطه على مستوى إقليم الحظائر الثقافية للتاسيلي نجر، التعريف بمقومات الثقافية والطبيعية للحضارة الثقافية التسهيلي هي كأهم موقع وطني وعالمي للتراث العالمي المختلط. L'objectif c'est pas seulement de partager ce qu'on a fait à travers de longues années de travail, mais aussi la réalisation de partager la richesse de ces parcs et aussi d'apprendre et d'avoir l'opportunité de créer des pistes d'échange avec les autres pays. إنجازات وقف عليها وفد دبلوماسي هام تزامنا وزيارته لمنطقة التاسيلي نجر والمسجلة على قائمة التراث العالمي بقصورها العتيقة وجداريات الفن الصخري التي ترمز إلى التاريخ العريق للمجتمع التركي. Tassili Nager, qui est classé patrimoine mondial. Donc, ça demande la richesse du patrimoine culturel de l'Algérie. Donc, c'est le lieu de remercier le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture qui nous ont permis de découvrir Janet et sa richesse culturelle. Ce site n'était pas quelque chose que j'ai connu avant et j'ai été très émerveillé de la qualité des œuvres, des animaux et aussi il y a aussi des gravures
qui représente quelques humains. Donc alors, c'était un vrai découverte pour moi. الحضيرة الثقافية للتاسيلين زرت أثمن هذه الزيارة وستكون لدينا تأشيرة مباشرة لترجمة وبعث والتعريف بهذا الموروث الثقافي من خلال السفراء طبعا إلى بلدانهم الأصلية. هكذا يسعى المشروع إلى المحافظة على التنوع الثقافي والبيئي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة بالحضائر الثقافية. وصلنا بكم إلى ختام النشرة، بقي أن نذكر بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر بمواصلة التكفل بالحالات المستعصية لعدد من مصابي حرائق الصائفة الماضية بمستشفى أجيبادام باسطنبول إلى غاية تمثلهم التام للشفاء. وكما تبعنا وزير العمل يوسف شرفة كان ضيف نشرة الواحدة. الجزائر تحتفل برأس سنة الأمازيغية 1972 وتمن راس تحتضن الاحتفال الرسمي بحفل توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية. هياكل حيوية تدخل حيز الخدمة في قطاع البريد والمواصلات بالأغواط، ومشاريع تنموية أخرى تنتظر التجسيد بالمناطق النائية للولاية. ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة. أسجاس مجاس، أنا أمازيغية سعيدة، شكرا لكم والسلام عليكم.